الباحث عن الحقيقة أو صاحب الأسرار، الشخصية المعمرة الأبرز والأغرب في تاريخ الإسلام. علم الرسول صلى الله عليه وآله علم المنايا والبلايا وفصل الخطاب، إنه روزبة. ولد روزبة في إيران في عائلة مجوسية، وتعلم كل مبادئ دين المجوس، ولكن كان غير مقتنع بهذا الدين. وبأحد الأيام سمع أحد النصارى يدعو الله سبحانه وتعالى فأعجب الدعاء، وبعد أن استفسر عن هذا الدين وجد أقرب إلى الحقيقة من دين المجوسية، ولهذا اعتنق النصرانية. فوالده حبسه وهرب من والده والتحق بالنصارى وخدم كبيرهم اللي كان يعتقد بأنه أحد أوصياء النبي عيسى عليه السلام. وقبل أن يتوفى هذا الرجل أوصى أن يلتحق بكبير النصارى من بعده في أنطاكيا، وهكذا صار روزبة يتنقل ما بين إيران وأنطاكيا وموصل والشام إلى أن بعث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. جاء روزبة إلى الجزيرة العربية مع قافلة، فغدروا به وباعوه إلى يهود من يهود المدينة، ويقال إلى يهودية. وهكذا بقي سنوات طويلة يعمل عنده إلى أن هاجر الرسول صلى الله عليه وآله إلى المدينة، فذهب وآمن به. أراد الرسول صلى الله عليه وآله أن يعتقه من اليهودي، فطلب اليهودي غرس 300 نخلة، فجمع أمير المؤمنين عليه السلام النوى وغرسه، فلما سقاه هو والرسول صلى الله عليه وآله نبتت بنفس الوقت وكبرت النخيل وكانت معجزة. فأعتق اليهودي روزبة وسماه الرسول صلى الله عليه وآله سلمان. سلمان المحمد الفارسي لقب الرسول صلى الله عليه وآله بالمحمدي، وقال سلمان رجل منا أهل البيت. البعض قد يظن أنه من خلال هذه الأحاديث فهم منزلة سلمان، ولكن عمق هذه الأحاديث ومنزلته فوق التصورات. يقول الإمام جعفر الصادق عليه السلام أدرك سلمان العلم الأول والعلم الآخر، وهو بحر لا ينزح، وهو منا أهل البيت. لاحظ كم مرة تكرر منا أهل البيت على لسان الأئمة والرسول صلى الله عليه وآله وسلم. تريدون الأعجب؟ يقول أمير المؤمنين عليه السلام إن سلمان باب الله في الأرض، من عرفه كان مؤمناً ومن أنكره كان كافراً، وإن سلمان منا أهل البيت. كان الإمام علي عليه السلام يلقب سلسل، وكان يكنى أبا عبد الله، وكان عنده مجموعة أولاد منهم عبد الله ومحمد وعبد الرحمن. أما سبب قدومه إلى المدائن أن عمر بن الخطاب جعله والياً على المدائن، واستشار سلمان الإمام علي عليه السلام ووافقه. حكم المدائن من محل صغير مستأجر في سوق المدينة يبيع فيه الخوص. هكذا هم أصحاب الرسول وأمير المؤمنين صلوات الله عليهم. عاش سلمان 250 سنة أو 350 سنة أو أكثر بحسب المصادر، وتوفي في المدائن، وجاء أمير المؤمنين عليه السلام بالمعجزة ودفنه في هذا المكان، وهذا أيضا موثق في مصادر المسلمين. بجانب قبر سلمان ثلاثة قبور لأولياء الله: قبر حذيفة بن اليمان صاحب سر الرسول صلى الله عليه وآله الذي عرفه جميع المنافقين في زمانه، وقبر عبد الله بن جابر الأنصاري، وقبر الطاهر بن الإمام الباقر عليه السلام. كان قبر حذيفة وعبد الله بجانب نهر دجلة، ولما فاض النهر وتضررت القبور تم نقل الأجساد إلى جانب قبر سلمان، وهذا كان بموافقة المرجع الأعلى للشيعة في ذلك الوقت السيد أبو الحسن الأصفهاني. الشيء العظيم اللي حصل وقت نقل الأجساد الطاهرة إلى هذا المكان ودفنت هنا، إنها كانت سالمة وطرية وكأنها دفنت حديثاً، وهاي من كرامات أولياء الله سبحانه وتعالى. تمت عمارة المرقد بحسب الظاهر من النقوش المغربية والعثمانية إلى العهد العثماني أو العباسي،
ومرة ثانية تمت عمارة المكان والقبة في عام 1997 للميلاد، وكانت المرة الثانية التي دخل فيها المكان طور الإعمار. أما بالنسبة لقباب مرقد الصحابي حذيفة وعبد الله الطاهر فكانت في عام 1931 للميلاد بعد أن تم نقل الأجساد الطاهرة إلى هذا المكان، وقبة مسجد الإمام الحسن العسكري عليه السلام تكون بجوار المراقد الشريفة، حيث ينسب هذا المسجد إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام ولا يعرف الأصل في نسبته كما نقل في كتاب مفاتيح الجنان. لا حسب الإنسان ولا نسبة ولا موقع الاجتماعي ولا حتى بعد المكان ينفع في أن يكون الإنسان مثل سلمان المحمدي، بل التقوى والإخلاص جاء من بعيد فصار الأقرب، أو صار عند امتياز من أهل البيت عليهم السلام. سلمان منا أهل البيت.